وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة أبو ظبي السيد عبد الله الرشيد، مدير تحرير صحيفة جلف نيوز الإماراتية. مساء الخير سيد عبد الله، ونبدأ بتصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش الذي أكد أنه إذا أرادت قطر الانفصال بسياستها فالطلاق آت. برأيكم وفي ظل المعطيات الموجودة، هل الطلاق واقع أم أنه ما زال هناك مجال لتعود قطر عن ممارساتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي الجميع الأخوة في قناة في تلفزيون البحرين وفي البحرين الشقيقة. الحقيقة أن هذا كان يعني الموقف الذي أصح عنه اليوم دكتور أنور قرقاش هو موقف دولة الإمارات وبقية الدول التي قاطعت قطر. يمكن هو تأكيد على التذكير بأنه هناك الموقف هذا هو موقف الثابت، يعني لم يتغير. أما إذا أرادت قطر، لأن المشكلة أن نحن دخلنا الآن الأسبوع الثالث للأزمة ولا زالت قطر متعنتة وتزداد تعنتا، فلا بد من التذكير بأن التعنت لا يحل المشكلة بل بالعكس يزيدها تعقيدا. ليس هذا فحسب، لأن بعض كبار المسؤولين القطريين يزعمون أن قطر لا تعرف أصلا سببا لوجود هذه الأزمة، وهذا أمر مضحك وهو قمة الاستهتار في أزمة موجودة وتسببت فيها قطر. فإذا لابد من التذكير بأنه إذا استمرت قطر في التعنت فنحن مستعدين بالاستمرار في المقاطعة وفي المضي قدما في موقفنا إلى أن تنصاع قطر وتعترف بأن هناك مشكلة. إذا كان بعض الأخوة المسؤولين أو بعض المسؤولين القطريين إلى الآن لا يعترفون أصلاً بوجود مشكلة، فهذه أزمة أخرى. الملاحظ أن جميع دول العالم أيضاً أوضحت موقفها من التعامل مع قطر، مع الجهات الإرهابية أو إيواء إرهابية سواء على مستوى أفراد أو مؤسسات. يمكن في الأسبوع الأول كان هناك بعض الغموض في مواقف بعض الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها، لكن مع الحلول الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث معظم الدول لم تكن جميعها أوضحت موقفها تماما وطالبت قطر بتفسير تعاملها مع جهات تعتبرها المنظمات الدولية والهيئات الدولية تعتبرها جهات إرهابية، أفراد معتبرين أو مصنفين على أنهم إرهابيين. فطالبت حتى قطر بتوضيح موقفها، كيف أنتم تتعاملوا مع هذه الدول؟ أنتم الذين خلقتم الأزمة وليس الدول الأربعة التي قاطعتكم. بالتأكيد سيد عبد الله، بالعودة إلى هذه المطالب التي كانت واضحة منذ اليوم الأول وأساسها هو وقف دعم قطر للجماعات الإرهابية، والتي من الواضح أنها تعول على قطر كدعم مالي أو لوجستي، في المقابل ما الذي من الممكن أن تستفيده الدوحة من دعمها لهكذا جماعات؟ والله حتى الآن في حيرة، الكل في حيرة من أمره، ما الذي سيستفيده الدوحة؟ أنا اليوم يمكن قناة أبو ظبي راح تعرض مقابلة اعتراف لأحد ضباط المخابرات القطرية الذي حاول، طبعا كان أمس يعني أرسل القبض عليه وحكم في سنة 2015 وصدر عليه حكم بعشر سنوات. هذا أنا أتمنى أن كل حد يشوف المقابلة لأنه يكشف خبايا وأسرار محاولات قطر التجسس والدخول في يعني في المنظومة الاجتماعية لهذه الدول بهدف الإضرار، يعني التسبب في الإضرار. نحن لا نعرف لماذا قطر تريد أن تتسبب الضرر لبقية دول مجلس التعاون مثل الإمارات والبحرين والسعودية. يعني هذا الشخص حكم عليه لمدة 10 سنوات في 1 مايو 2015، وفورا في نفس اليوم الذي صدر عليه الحكم رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عليه عفاء ورحل. يعني شوف روح الأخوة ومبادرة من الدولة، من دولة الإمارات، يعني لم يقابلها في المقابل موقف يعني إنساني، موقف أخوي، موقف يعني دبلوماسي من قطر. شخص أرسل إلينا وتجسس علينا وتسبب بضرر وصدر عليه حكم من المحكمة الاتحادية العليا 10 سنوات، وفورا رئيس الدولة يعفو عنه كمبادرة، يعني مبادرة حسن نية. بالرغم من هذا قطر لم تغير موقفها، استمرت في تعنتها وفي تعاملها مع الجهات والأفراد الإرهابيين. أنا أتمنى أن كل حد يشوف هذا المقابلة مع اليوم حتعرض قناة أبو ظبي، لأن أنا شخصيا حضرت محاكمة هذا الشخص كل جلسات المحاكمة،
وكشف عن اساليب وطرق لجهات او لجهاز المخابرات القطريه في التجسس على دوله الامارات وفي تجنيد ناس للاساءه حتى للمغفور لدين الله تعالى الشيخ زايد. يعني هل يعقل ان انسان عربي يختلف ان على ان هذا الانسان مؤسس دوله الامارات ممكن ان تسيء له؟ هؤلاء الناس اساءوا له واساءوا لدوله الامارات. يعني الصبر الذي صبرته دولة الإمارات والبحرين خاصة نحن والبحرين يعني صبر أيوب على هذا على هذه الممارسات. وبالرغم من هذا لم تتراجع قطر، استمرت 2015 16 17 الآن طفح الكيل. نعم. كان لابد من اتخاذ الموقف. نعم. كان لابد من إيصال رسالة إنه نحن يعني واعيين وفاهمين ونكشف الأمور، لكن لا نريد أن نكون سبب في أزمة، أنتم السبب في الأزمة. بالتأكيد. وإذا استمريتم في هذا التعنت ستستمر الأزمة. نعم، من أبو ظبي السيد عبد الله رشيد مدير تحرير صحيفة غلف نيوز الإماراتية، شكرا جزيلا لك.